حديث أبي واقد الليثي، فيقول رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. انظروا إلى طبيعة ابن آدم، وأن من طبيعته أن يقلد غيره وأن يجاريه، فمقصدهم رضي الله عنهم حسن، لكنه مناف للشرع. ولذا لما مروا بسدرة، قد يكونوا مروا بأشجار ولم يقولوا هذا القول، ولذا قال: فمررنا بسدرة. ولذا التقليد كما قلنا أصل في بني آدم، لكن تقليد أهل الحق من الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن جاء بعدهم من الأولياء فهو تقليد محمود، ما إن كان سوى ذلك فهو تقليد مذموم. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند أبي داود: ومن تشبه بقوم فهو منهم. وإلا لماذا أتت النصوص الناهية عن تشبه النساء بالرجال والعكس؟ ما ذاك إلا لأن التشبه والتقليد قد أحبه الإنسان. وما ترون من منافسة الناس على هذه الدنيا في المباني، في السيارات، في الأثاث، في الملابس، في المأكولات، في المشروبات، إنما هو التقليد. فقد يأتي الإنسان بشيء إلى بيته وهو لا يريده، إنما مجرد أن يقال إن فلانا عنده مثل ما عند فلان. ولذا قال تعالى: اعلموا، صيغة أمر تنبيه، أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ولذا أعظم ما يسعى به الإنسان وترتقي به روحه أن يقلد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. ولذا قال جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. وقال تعالى: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وكما في السنن: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقال عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر.